احنا النهاردة المقر ده افتتحنا مقر زيه من حوالي شهرين في محافظة القاهرة في منطقة شرق القاهرة في سيتي ستارز. النهاردة بنعمل مركز مماثل له في محافظة الجيزة. المركز ده بيقدم الخدمات اللي المواطن هيحتاجها في طلب تسجيل العقارات الخاصة بتطبيقا للقانون 9 لسنة 22. احنا بنعمل المراكز دي على اساس تكون مراكز الكترونية تقدم الخدمات الكترونية للسادة المواطنين اللي عايز يستعلم عن البيان، اللي عايز يستخرج شهادة، اللي عايز يعمل بيان رفع مساحي للعقار المطلوب بتاعه بيقدر يتعامل الكترونيا او يدويا يجي يقدم الطلب بتاعه. المواطنين سواء في محافظة القاهرة أو في أي محافظة المتواجدين في هذه المنطقة أنهم يتقدموا بطلب الحصول على بيان رفع مساحي من هيئة المساحة العسكرية اللي موجودة معنا في ذات المقر، أو يحصلوا على أي مستندات أو وثائق خاصة بالشهر العقاري من ذات المقر أيضا. ودوت مش مقر فندم، مش مقر مركزي. بمعنى إيه هو مقر مركزي؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن أي مواطن في أي من أسوان للقاهرة يقدر يحصل على الوثائق اللي هو عايزها من ذلك المقر. احنا فتحنا بوابة ان ممكن المواطن يدخل من خلالها يسجل طلب الرفع المساحي وبيطلع له كود بيروح يدفع من اقرب مكان فوري لهذا الطلب. في خلال اسبوعين بيكون جاله السادة الفنيين عملوا الرفع المساحي، طبعوا له البيانات كلها وجات له لحد البيت او المكان اللي هيستلم منه البيانات وبيسلمها بعد كده في مأمورية الشهر العقاري. ودي بتسهل جدا، لان يمكن اكتر حاجة بتخلي الناس، مش عايز اقول تكون متخوفة، ولكن ممكن يبقى في حالة تكاسل شوية، هو الرفع المساحي. النهارده وانا قاعد في البيت اقدر ان انا اطلب، اقدر ان انا ادفع، بتجيلي الحاجه لحد البيت بدون اي عناء على المواطن وبدون اي اعباء ماليه اضافيه.